نعمل نيو. بدي اعمل سيركت تكون التحكم فيها مش ميكانيكلي، بدي اياها الكتريك، باي الكتريك سيجنال سولينويد فورت. اوكي، نفس الكومبوننت الاكشواتر بحاجه لباور سبلاي، لاني بشتغل نيوماتيك بحيكون كومبرسر، بحتاج الاكشواتر تبعي اللي هو دبل اي سلندر، بحتاج الدايركشن كنترول فالف. بس الدايركشن كنترول فالف شو بتكون؟ سنار. شو يعني سنار؟ يعني ما بتحرك تكبس ايدك، لو ضليت تكبس من هون لبكره ما بتحرك. شو بده مشان يتحرك؟ الكتريكال سيجنال. اوكي؟ فانا بدي اجيب 5 باي 2 لانه اكيد عندي دبل اكتف سلندر، فلازم يكون 5 باي 2 الدايركشن كنترول فالف، اور 5 باي 3 بس لازم يكون 5 بورت. فانا بدي اختار هذا 5 باي 2 دايركشن كنترول فالف دبل كليك على الفالف. انا شو بدي اياه؟ سنولاي باي الكتريك باي سنولاي. طيب بنيوماتيك الكتريك شايفين؟ بختار هذا السيمبل، هذا السيمبل which mean انه سنولاي that two direction of ball. شو معنى هذا السيمبل؟ انه البار بده الكتريكال سيجنال مشان اعمل له انرجاي، مشان اقدر اغير الدايركشن تبع الاير اللي بيطلع منه او الدايركشن تبع الفالف. اوكي؟ طيب بصل اللاين تبعون الهواء الكول باور سبلاي، لازم احط الاكزوست، بدون اكزوست بعتبر انه اوبن سيركت فبيعطيني ايرور بالسوفت وير، لازم اعمل كروس سيركت. اوكي؟ تمام؟ طيب هلا بالالكتريكال شوي في صعوبه اكثر من النيوماتيك او الميكانيكال عادي، انا لازم يكون في عندي الكتريكال سيركت، لانه الكهرباء من وين تجي الكهرباء؟ لازم يكون عندي باور سبلاي، دي سي باور سبلاي، لازم يكون عندي بش بطن، لازم يكون عندي الكتريكال سيجنال. فبالاضافه لهي السيركت اللي هي نيوماتيك سيركت لازم ارسم الكتريكال سيركت. اوكي؟ ليش الكتريكال سيركت؟ لانه طبيعي البار بده الكتريكال سيجنال يتحكم، من وين تجي الكتريكال سيجنال؟ لازم يكون في عنده الكتريكال سيركت جنبه. اوكي؟ طيب فانا لو فتت في على اللايبرري تبعتي في شيء اسمه الكتريكال كنترول. الكتريكال كنترول بيهمني الباور سبلاي صح؟ 24 و0 بيهمني البوش بوتن، فرضا انا الالكتريكال باي بوش بوتن، انه بس اضغط بوش بوتن الكتريكال بوش بوتن يعطي سيجنال للسنوات. اوكي؟ فبدي الميجرمنت، لا مش السويتش تبعي يكون بوش بوتن، واحد للاكستنت وواحد للريتراكت. اوكي؟ طيب هلا هذا فعلا اسمه سولينويد صح؟ من وين بيجي السولينويد؟ بأصل كهرباء على هذا السيمبل ما بزبط، هاي نيوماتيك سيركت اكيد ما يكون فيها سلاب كهرباء، لازم الكهرباء سيركت تكون على جنب. فانا بقدر افوت على ريلي في هون بلاقي سولينويد فور. طبعا انا برتبهم بالشكل اللي بيخطر على بالك، يعني بدي اقدر ارتبهم، هاي سولينويد فايف اللي بيعمل اكستنت وواحد بيعمل ريتراكت. اوكي؟ بوصل 24 السولينويد الاول للزيرو بسكر السيركت تبعتي، وبالنسبه للجهه الثانيه نفس الشيء بالاربعه. طيب هلا انا كيف بدي افهم السوفت وير؟ بدي افهم السوفت وير انه هذا السولينويد هو هذا وهذا السولينويد هو هذا، بتعطي لي مجرد ما اعطيت نفس الليبل لتو سيمبل كان نيوماتيك سيركت، هذا سميته واي 1 وهذا سميته واي 1، اذا تفعل هذا بتفعل هذا، يعني اعطيه نفس الليبل. اوكي؟ فبكل بساطه باجي هون على هاي النقطه الخضراء شايفينها دبل كليك ليبل واي 1 دبل كليك واي 2، باجي هون دبل كليك ليبل واي 1 ليبل واي 2، هاي نكبر هاي اعمل رن كبس بشبطه طبيعي نفس الفكره بس بدل ميكانيكال اتفضل. بس بشبطه بدون لاتش بدون لاتش لا لا لاحظ هلا هذا الفالف انا لاحظ مش كبس بشبطه صح؟ متفعل هذا البوزيشن يعني واي 2 شغال. طب انا كابس اشي جاي كهرباء، طب ليش مفعل هذا البوزيشن؟
لان هذا الفاز لاحظوا ما في سبرينج بريتين، يعني انت مجرد ما شفته هذا البوزيشن بضلوا عليه لحد ما يجي يصير لانه عكسه. فشك ما بده لاتش. هلا لو في سبرينج بريتين لو هذا الفاز له سنتر بوزيشن بيرجع عليه ساعتها بتضطر تعمل لاتش انت. لانه حيضل يرجع على السبرينج بوزيشن. بس بما انه انا مش حاطه اي سبرينج فالنيشي هذا البوزيشن هون متى بتغير؟ لاحظ انا بس افعل الثانيه بس افعل واي واي بضلوا عليه، ليش بضلوا عليه؟ انا مش ماسك مش كابس شيء، هاي ما في كهرباء مش مفعل هالاستمرار، بس ليش اوريدي هو انرجايز؟ لانه اوريدي تحت هذا البوزيشن بضلوا عليه لحد يجي السنويد الثاني عم انرجايز. عشان هيك بنسميه هذا الفاز ميمورايز. شو يعني ميمورايز؟ بحافظ على البوزيشن تبعه. ميمورايز يعني انت مش حاجه تعمل لاتش. اوريدي بضلوا على اخر بوزيشن انت شغلته عليه. اوكي؟ هلا باللاب طبعا نحن هلا لانه شوي الهدف من هاي المحاضره انك كيف تشتغل على فلويد سيم. باللاب حندخل في تفصيله الفرد جوا وكيف مره بطلع لك الاويل الاير من هون مره بطلع لك الاويل من هون كيف شكله من جوا، كلها ان شاء الله حتشوفها ديورنج في اللاب واكيد في الكلاس سمستر. بس هون نحن الهدف معنا انك كيف تتعلم فلويد سيم. اوكي؟ طيب هلا انا بكمل هاي السيركت، انا ما بدي اضلني انا اكبس. بدي سلندر حالتها. يعني اذا هي اكستند تعمل ريتراكت. واذا هي ريتراكت تعمل اكستند، ضلت حالك اكستند ريتراكت، اكستند ريتراكت بدون ما اطلع انا خش يعني بدون ما اطلع اه والله هي عم اكستند خليني ارجع. شو بحتاج مشان اعمل هذا الشيء؟ كنترولر. سنسور. مش كنترولر، سنسور، ما بديش اعمل كنترولر. اوكي؟ انا بدي سنسور قول البوزيشن تبع السلندر بحيث اذا كان السلندر اكستند السنسور يرقط ويخليها ترجع. واذا هي ريتراكت السنسور يرقط ويخليها تعمل اكستند. اوكي؟ فانا بدي اعدل هاي على هاي السلك مشان اخليها تتحرك مش مانيوالي لحالها اوتوماتيك تتحرك اكستند ريتراكت اكستند ريتراكت. اوكي؟ اول خطوه لازم اضيف السنسور. السنسور وين بلاقيها؟ لا السنسور هي بهاي الحاله موجوده في الاكشويتر لانه ايش علاقه بالسلندر. اوكي؟ هاي السنسور شايفين ديستنت رولرز. الديستنت رولر بس انا لازم اعمل ستوب مشان اقدر اعمل ايدي على السيركت. هاي الديستنت رولر هي بتقدر تحدد موقع السنسور تبعك، يعني انا عملت دبل كليك عليها بدي احط تو سنسور، واحد في الانيشال هي عامله اكستند في الاكستند، واحد في الفري ريتراكت. فبقدر بدي اسميه مثلا اسوا ديبت الثيكنس تبعه يكون من صفر لواحد. يعني السلندر اذا كانت واقفه من صفر لواحد من التوتال ستروك تبعها يضغط اسوا. وبدي اعرف استه البوزيشن تبعه يكون من 9 ل 10، طبعا هو افتراض انه التوتال سترينج التوتال ستروك 10 سم. اوكي؟ طيب ايش اللي من صفر لواحد؟ من صفر لواحد هلا نحن السلندر انا بحرك شلون يعني الله يكرمك، هاي السلندر صح؟ الستروك هو قديش هذا الرد بقدر يطلع، هذا بنسميه الستروك. هذا الستروك عارفينه من صفر ل 10 طول. فانا اول سنسور حطيته اذا هو من صفر ل 1 اسوا الرد، يعني اذا كان الرد محطوط بهي المسافه من صفر ل 1 اسوا حيكون. اس 2 حطيته من 9 ل 10. اه هي اس 2. طيب؟ فعرفت بهالطريقه، اس 2 لازم تعرف الليبل والبيجنج تبع السنسور متى يبلش يحس. من 9 ل 10 من الستروك تبعك. اوكي؟ طيب. هلا انا مش بدهم ممكن يعمل انرجايز بالسيركت، انا كنت اطلب مش بدهم، انا ما بدي مش بدهم، شو بدي؟ بدي السنسور صح؟ فبدي اشيل مش بدهم السيمبل تبع مش بدهم واحط رمز السنسور. رمز السنسور هون بتلاقيه من وين؟ من الميجرمنت. لا من الميجرمنت لا مش من هون، من سويتش. سويتش هاي السويتش بس ما بدي مانيوالي، بدي جنرال سويتش. في نورمالي كلوز ونورمالي اوبن، نحن انا بدي اعتراض نورمالي اوبن. فبجيب هذا السويتش. هاي واحد هون وبعمل كوبي، طبعا نحن في السوفت وير عادي كوبي بيست اي شيء بتقدر تستخدمه، هاي كوبي وهاي في بيست. بوصلهم بالسيركت تبعتي. هلا نفس السؤال، انا شو بدي فحم السوفت وير انه هذا هو اس 1 او هذا اس 2 او هذا وات ايفر، اذا عندك ثلاث سلندر وات ايفر في اشياء كثيره. لا يعني كله بحلو في الست انه خلص مجرد انا جزئيه بس في كله زي بعض. فدبل كليك ليبل اس 1
نابل بسكي. طبعا بدي اتاكد اذا اسوار حيفعل واي 1 واي 1 بعمل اكستند طبيعي، لانه اذا كانت عامله رجال بدها تعمل اكستند، واذا اس 2 فعل فعل واي 2 واي 2 مشان اذا هي عامله فول اكستند لازم تعمل فول رجال. شو بعمل؟ رن. طبعا بلاحظوا انه هي بتحرك فيري فاست السيركت، بتضبط حركتها. فاللطيف ايش اسمه فلو كنترول فولت، مشان السبيد دائما علاقه في النيوماتيك او في الهاي بيطلع علاقه بايش اسمه فلو، بدي اقلل الفلو. اوكي، ففي شيء بنستخدمه دائما في درس الفلو كنترول فولت، هذا من نيوماتيك سيركت مش كهرباء. طبعا شوي اوريتها حيكون عندكم شوي كونفيوز، الكتريكال سيركت من نيوماتيك بعدين في هاي بلوك والكتريكال، بس عادي نشتغل ضد اكسبيرمنت بتصيروا تشرحوا للكل خضرا، لانه هو كسوفت وير كثير ايزي. ونحن موجودين، حدا عنده اي سؤال حتى هلا ما حدا فهم علي وانا بحكي في المحاضره، ان كان انا او مهندس نظمي موجودين في اللابروس عندكم. اوكي؟ طيب قلنا بدنا شو اسمه فلو كنترول فالف عشان اقلل السبيد، زي ما قلنا انه فالف لازم ندور في الفالف مش كونفجريشن، في شط اوف فالف اند فلو كنترول فالف. بعد الرايت كليك اغير الروتيت تبعه 180 180 90، هاي السيمبل تبعه، هذا الهدف انه يقلل لك الفلو. طبعا الفلو كنت بضل قصه طويله، كيف من جوا الكونسبت تبعه او مبدا عمله او السيمبل تبعه، لانه في انواع كثيره، بس هذا كله مش يعني حتاخذوها اثناء الدراسه. اوكي؟ طبعا بقدر اقلل الفلو عن طريق نقلل الثرو، كيف انت مثلا لما تمسك برفيش المي وتشد عليه، فانا بدي اقلل القطر او الدايركشن تبع الباير تبعي مشان اخلي سبيد قل او تزيد. اوكي، هو قابل يكون فيري فاست اسرع شيء، انا بدي اقلله بخليه 5% فرق او هي 13%. اوكي، طلع بس اعمل رن، شايفين كيف قلت سبيد؟ لانه هذا الثروتل قلل لي الفلو، بدل قلت الفلو قلت السبيد. اوكي؟ وبقلل السرعه بالاتجاهين، لانه اه لانه هو يا دكتور حسب الاتجاه واحد بقلل السرعه، لانه هذا فلو كنترول فالف، يعني هو تشيك فالف زائد ثروتل. لا هذا ثروتل باتجاه واحد. اه بجوز له رسمي انا ما حطيت في في هذا اللي عفوا عادة هكذا تمام. هسه اتجاه الفلو هذا في عندي ثروتل وفي عندي هون تشيك فالف، بس الفلو رح يكون من هنا. في الفلو في الحالة هذه إذا مر من هنا ومر رح يكون بمر من هذا الاتجاه وراح يمر بهذا الاتجاه. الاتجاه هون هنا في بول تمام تشيك فالف، راح البول هذا شو يصير فيها؟ يسكر هذا، معناته ما له مرور من معنى اكس انسى، بس راح يضطر يمر من هنا، راح يمر من هون للثروتل، الثروتل بيعتمد الان معناته على ايش عندي انا بتضيق نفسه، فمعناته هو راح يتحكم في الاتجاه من واحد لاثنين بيتحكم، لانه هاي مسكره ما فيش ممر الا من هنا وان باي. تمام؟ الان بدي افترض انه الان اجى من هنا هسا اللي هو الحاله العكسيه الثانيه تمام؟ يعني أول مرة هو مر الفلو من هنا عند الإكستر. الآن لا أنا بدي أخليه يجي من اثنين مشان يعمل التراك، راح يمر عكسه معناته، في الحالة العكسية راح يمر من هنا بالاتجاه هذا وبالاتجاه هذا. راح تمام؟ من هنا ممكن التحكم فيه لو ضيقته ضيقته على الفاضي، ليش؟ لأنه أصلاً راح من هون يدفش البول هاي ويضل بكل فلو مر من هون وهو الطريق الأسهل، فمعناته لا يمكن التحكم فيه بالاتجاه الآخر. اتجاه واحد راح يمر للتحكم، اذا هو في الاتجاه بالضبط الكلام من واحد لاربعه يتم التحكم به، الاتجاه الاخر لا. امتى بصير؟ اذا كان فقط ثروتل يعني بدون تشيك فالف اللي هو هذا فقط لحاله، ساعتها انت بتتحكم فيه سواء بالمرور من هون باتجاه هون خلص التحكم واحد بس بدون تشيك فالف. هذا لانه معاه تشيك فالف. عشان هيك حطينا في تو تايب بالضبط، هاي في هذا ثروتل ايوه وهذا فلوك بتضل مع الشيء، فالتالي بامكانك تستعمل اذا بدك تتحكم بسرعه واحده بسرعه الريتراكت مختلفه عن سرعه الهاي يس، حطي واحد على اليمين واحد على الشمال بتعمل بس الفكره انه هلا بطل مش فيه هيك، اذا بستخدم هذا بطل احط اثنين بالضبط، حطي واحد على اليمين واحد على الشمال، فانا اختصرت حطيت ثروتل بتحكم لي في التو دايركشن وخلص. شوي معلومه شوي اوقف الهاي هون